تحياتي، السلام عليكم، معكم جهاد كورم. أنا هلأ بفيديو قصير رح أحكي عن معركة نبع السلام، معركة الاحتلال التركي لشمال سوريا وروجافا. بتمنى تحضر الفيديو حتى الأخير، في عدة نقاط مهمة أنا هلأ جهزتها رح أحكي عنها بعجالة باختصار، وبتمنى أيضا تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر واتساب إلى آخره. معركة نبع السلام، معركة نبع السلام هي معركة أسدية تركية بامتياز، هي في صالح الأسد قبل أن تكون في صالح تركيا لأسباب كثيرة. بسبب وبفضل هذه المعركة دخل الجيش السوري ودخل نظام بشار الأسد إلى منطقة ما كان ليحلم في يوم من الأيام أنه سيدخلها إلا إذا نحن سمحنا له. طبعا متى سنسمح لنظام بشار الأسد بالدخول إلى المنطقة؟ عندما يكون هناك انتقال سياسي حقيقي في سوريا، عندما يكون هناك دستور جديد، نظام جديد، بنية اجتماعية، علاقات جديدة بين مكونات المجتمع السوري. بالتالي بسبب هذه المعركة دخل جيش النظام الذي في الإحصاءات كان يسيطر فقط على 60% من مجمل المساحة السورية، 55 إلى 60، فينا نقول الآن أنه يسيطر على 75% من أراضي سوريا بفضل هذه المعركة. هذا يعني أن مرتزقة المعارضة السورية تقاتل الآن في صالح نظام بشار الأسد. هذه مأساة. وبفضل هذه المعركة، معركة نبع السلام، لن يسقط الأسد بعد الآن بأي شكل من الأشكال. لماذا؟ لأن خيار إسقاط الأسد عسكريا قد زال منذ عام 2015، منذ مجيء الروس إلى سوريا والأسد يزداد قوة فقوة، ومنذ أن انقلب أردوغان من داعم للثورة السورية إلى أكبر من أضر بالثورة السورية من خلال سحب المقاتلين من كل المدن السورية، من حماة وحمص والغوطة الشرقية والغربية لدمشق ودرعا، سحبهم كلهم إلى الشمال ليزج بهم في معاركه الخاصة ضد الشعب الكردي. بما أنه خيار إسقاط الأسد عسكريا كان غير مطروح في آخر سنوات، كان لدينا خيار إسقاط الأسد أو منظومة الأسد من خلال العقوبات الاقتصادية. الأسد يعاني من شح شديد في المحروقات، في البترول، في القمح، أهم مادتين رئيسيتين لأي مجتمع هي المحروقات والقمح والكهرباء والمياه، أربع أشياء رئيسية لأي مجتمع. هذه الأربع أشياء كانت موجودة في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية قسد. الآن النظام سيحصل على القمح، سيحصل على الماء، سيحصل على الكهرباء وعلى البترول، وهذا سيؤدي خلال فترة شهر أو شهرين إلى انخفاض الدولار بشكل ملحوظ، لأنه شو اللي خلى الدولار يرتفع؟ لأن الدولة تضطر تشتري كل هي المواد، تضطر تشتري القمح عفوا القمح أو المحروقات، تضطر تشتريهم من الخارج، والخارج ما بيبيعك بالعملة السورية، بيبيعك بعملة الدولار. الآن النظام سيصبح عنده اكتفاء ذاتي بكل هي المواد، فبالتالي لن يشتري شيء من الخارج بعملة صعبة، وهذا سيؤدي تدريجيا إلى انخفاض الدولار. بفضل معركة نبع السلام أصبح بشار الأسد رئيس شرعي بامتياز لسوريا. تصوروا أن دونالد ترامب قبل سنة ونصف وصف بشار الأسد بالحيوان، بالحيوان، كل العالم كان ينبض بشار الأسد. اليوم دونالد ترامب وغيره من القادة الغربيين يصرح بأن على روسيا وتركيا وسوريا أن تتعاون فيما بينها لأجل حماية الشعب الكردي أو لحل مشكلة السجون داعش
أو التعاون معاً لمنع ظهور داعش. هذا يعني ترامب يعترف بالسلطة القائمة الآن في سوريا، سلطة بشار الأسد. هذا الكلام ما كان سيكون لولا معركة نبع السلام. جيش بشار الأسد اللي نحن بنقول أو المعارضة السورية بتقول أنه قتل 1,000,000 سوري، تسبب في مقتل 1,000,000 سوري من كلا الطرفين ومدنيين وعسكريين، وتسبب في هجرة 7 إلى 8 مليون، نزوح 5 إلى 6 مليون داخليا، تدمير البلد. هذا الجيش أصبح بفضل هذه المعركة، معركة نبع السلام، أصبح جيش وطني، أصبح قوات حفظ السلام. لماذا؟ لأنه الجيش السوري أظهر للجميع، للمجتمع الدولي خاصة والمجتمع الداخلي وللشعب الكردي، أنه أنا كجيش سوري أنا جاي أحميكم، أنا مستعد. الجيش السوري اللي كان منبوذ منذ نشأة الجمهورية السورية حتى الآن من قبل الشعب الكردي، كان منبوذ جدا هذا الجيش، الآن أصبح يدخل المدن والشعب الكردي فرح بهذا الدخول. ليش؟ لأن إحنا أمام خيارين، أمام خيار جيش ما رح يقتل حدا، فقط رح يفرض إرادته السياسية على المجتمع، وبين مجموعة من المرتزقة تتبعي تركيا ومن خلفهم تركيا، رح يفرضوا إرادتهم السياسية. بالمقابل رح نشهد يوميا عمليات اغتيال، عمليات خطف وطلب فدية بعشرات آلاف الدولارات، سرقة كل شيء، نهب كل شيء، انتهاك الأعراض. لما أنت بتكون أمام هذين الخيارين، أنت بكل تأكيد رح تختار بشار الأسد. وللأسف الجيش الذي قتل 1,000,000 سوري أصبح الآن مرحب به في الشمال السوري. بسبب ماذا؟ بسبب معركة نبع السلام. وأيضا بفضل هذه المعركة، معركة نبع السلام، خسرت الثورة السورية، أو لنقل ما تبقى من الثورة السورية، خسرت أهم ثاني فئة اجتماعية مشاركة في الثورة. ما شارك في الثورة السورية؟ أولا العرب السنة، أولا وليس كلهم، نصفهم. ثانيا الكرد. غير هذه الفئتين ما في أي فئة شاركت بالثورة السورية، لا العلويين ولا المسيحية ولا الأقليات الثانية ولا الدروز، فقط العرب السنة والشعب الكردي هم من شاركوا في هذه الثورة. ولا أحد ينكر المشاركة الكردية الفعالة في الثورة السورية، الثورة السلمية نحن نتكلم. بعد ذلك أصبحت شيء آخر، أصبحت ارتزاق، أصبح السلاح، أصبح دعم خارجي، دعم تركي قطري للتنظيمات المتطرفة. نحن هذا الشيء ما بنحكي عنه، وكان قرار كردي صائب بالابتعاد عن مسألة السلاح وقتل السوريين. بالتالي خسرت الثورة السورية تعاطف الكردي، خسرت أهم ركن من أركان الثورة في سوريا هم الشعب الكردي. بفضل هذه المعركة الثورة السورية كان لها على الدوام ملايين الداعمين في الخارج، من الرأي العام العالمي في أوروبا، في أمريكا، في الدول العربية، في كل مكان. تلقوا دعم بالمليارات، أسلحة لا يوصف، دعم إغاثي لا يوصف، دعم إعلامي لا يوصف. بفضل هذه المعركة خسرت الثورة السورية كل داعميها الخارجيين، لأنه هذه المعركة طبعاً، وسابقة معركة عفرين، لكن معركة عفرين كانت محدودة، نحن الآن نتكلم عن معركة شاملة. بفضل هذه المعركة خسرت الثورة كل داعمية في الخارج، لأنه الرأي العام العالمي وسواء والإعلام والمنظمات العالمية شاهدوا شو اللي عم يصير، شاهدوا أنه كيف إدلب تحت القصف، وابن إدلب بترك إدلب يدخل تركيا، بيجي ليحتل مناطق شرق الفرات، مناطق الكردية والعربية. وشاهدوا أيضا، الناس شاهدت أنه كيف لما هؤلاء المرتزقة دخلوا اضطهدوا وسرقوا العربي قبل الكردي، لأنه الكردي بيعرف أنه مقتول مقتول، ترك المنطقة وهاجر، ترك كل شيء خلفه وترك المنطقة وهرب بأولاده. بعض العرب
بعضهم بقي في المنطقة ظنا أنه ما رح يتم الاعتداء عليه كونه مش كردي كونه عربي، لكن اللي حصل مختلف تماما. تم سرقة كل شيء. بعفرين ظهر إلى الإعلام بشكل واضح وجلي. ليش؟ لأنه كان في صحفيين، كان في مصورين من وكالة رويترز موجودين في المدينة وهم من وثقوا كل شيء. الآن في معركة نبع الإرهاب نبع السلام، ما في تصوير، ما في صحفيين، ما في أي شيء، في فقط الإعلام التركي المرافق. إحنا بنعرف شو يعني إعلام تركي، والصور اللي بتظهر اللي الفيديوهات القليلة اللي بتظهر بيكون هن المرتزقة الكلاب السلوقية أنفسهم، الكلاب السلوقية أعني فيهم بقايا الجيش الحر، هم أنفسهم عم يصوروا الفيديوهات ويتباهوا إنه كيف عم يسرقوا المحلات والدكاكين وأرزاق الناس، وفيديوهات ثالثة تظهر من الناس اللي تم الاعتداء عليها اللي تم سرقتها، بتطلع بتحكي والله يا عالم يا ناس أنا أجوا سرقوني، أنا عربي، أنا ابن الأبيض، أنا كذا، سرقوا موبايلاتنا، سرقوا الذهب، سرقوا كل شيء عنا، أموال، سرقوا سياراتنا، جراراتنا، ما تركوا شيء. فبالتالي بسبب كل ما حدث خسرت الثورة السورية خارجيا كل داعميها إعلاميا وإغاثيا وشعبيا. هذه المعركة أضعفت قسد قوات سوريا الديمقراطية، نعم وجدا، لكن هل هذه المعركة في صالح الثورة السورية بالمفهوم العام؟ هل هي في صالح هؤلاء المرتزقة؟ نعم، هؤلاء الكلاب السلوقية، نعم هي في صالحهم. ليش؟ لأنه صار عندهم مناطق أخرى يدخلوها ينهبوها يسرقوها بيخطفوا أبناء طلبا للفدية. واو، للأسف الجيش الحر ابتكر طريقة جديدة للنمو الاقتصادي في سوريا، وهي معتمدة على الخطف وطلب الفدية، على القتل، على السرقات. هذا مورد جديد للدخل يجب أن يضاف إلى الموارد الاقتصادية ويدرس في المراكز. تالي أضعفت قسد هذه المعركة؟ نعم أضعفتها، لكن الثورة كما أسلفت هذه المعركة لم تقوي الثورة، هذه المعركة بالعكس أنهت الثورة. كان عندنا حتى معركة عفرين، حتى معركة عفرين على الأقل على الأقل نصف الشعب الكردي دعم للثورة السورية، والنصف الآخر إن لم يكن داعما لها لم يكن يعاديها. أنا هنا أتحدث عن حزب الاتحاد الديمقراطي بيدري والإدارة الذاتية. أنا كنت شاهد عيان على الدوام كيف أن منطقة كوباني عام 2013 تحت سيطرة وحدات حماية الشعب، ما كان في شيء اسمه قسد يا بيي. بالمقابل منبج كان تحت سيطرة الجيش الحر، وعين عيسى من هذا الطرف كانت تحت سيطرة النظام. يبقى ما عنده لا القدرة ولا المصلحة في قتال النظام، كونه ما عنده أي دعم خارجي، فقط دعم محلي معتمد على شوية كلاشنكوفات مهمهم للحماية المحلية فقط. لكن المحاربة السورية كان عندهم دعم هائل خاصة من قطر، من السعودية، ومن تركيا، دعم في السلاح في كل أنواع. بالتالي أنا كنت أشاهد بمعيني كيف أن فصائل الثورة السورية تجي تطلع من جرابلس وتطلع من منبج، بتمر من كوباني، بتمر من مناطق خاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب يبقي، لتروح إلى عين عيسى وتقاتل النظام في عين عيسى. هذا تأكيد أنه نحن كشعب كردي نصفنا، أكثر من نصف كان مؤيد للثورة السورية، والنصف الآخر أعني به بيدي حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية لم تكن مؤيدة للثورة، ولكن لم تكن تعاديها. حتى في الإعلام المحسوب على على الإدارة الذاتية حزب الاتحاد الديمقراطي في نشراتهم الإخبارية تسمع مصطلح الثورة السورية، وبتنشر لك أخبار الجيش السوري قتل هوني 50 وهوني قصف وهوني كذا وهوني كذا وهوني كذا. لو كان هذا الإعلام وهي الجهة السياسية تعادي الثورة لكانت روجت الأخبار بهذه الطريقة، لكانت روجتها مثل إعلام النظام السوري ومثل قناة الميادين وقناة المنار أو قناة العالم الإيرانية يلي بيقولوا الجيش السوري قطع الإرهابيين، الجيش السوري دمر أوكار الإرهابيين. وبالتالي
لو لم يتم إضعاف قسد. قسد القوية كانت 100% في صالح الثورة السورية، بالتأكيد ليست، أعيد وأكرر، ليس في صالح هؤلاء الأوباش المرتزقة اللي جلبتهم تركيا، شي كانوا دواعش سابقين، شي جبهة النصرة، شي حرمية، شي لصوص، شي تركمان. الدور التركماني كان دور جدا هدام في سوريا. النظام التركي عرفهم بامتياز بشكل دقيق، سحبهم من حمص ومن كل الأماكن، لم يقتلوا، سحبهم إلى الشمال السوري وجندهم، وفرقة السلطان مراد وما بعرف مين ومين ومين، آلاف الكلاب السلوقية. بالتالي قوة قسد كانت في صالح الثورة السورية. ليش؟ لأنه المعارضة الحالية سواء ككيان سياسي ولا ككيان عسكري ما كانت قادرة على فرض أي شرط أو طلب على النظام السوري، لأنه ما عندها القدرة، فقدت الدعم السياسي الخارجي كجسم سياسي، وفقدت الدعم العسكري بعد الاتفاق الروسي، بعد الاتفاقات الروسية التركية، وبعد المنح التركي 180 درجة اللي كانت دعم للثورة السورية، إلى أكبر من أضر بالثورة السورية من خلال تسليم كل المدن لنظام بشار الأسد وسحب المقاتلين وتجزئتهم وجرهم إلى معارك جانبية لقتال الشعب الكردي. وبالتالي قسد كانت الجهة الوحيدة القادرة على فرض كل شروط يعني نظام بشار الأسد. هي شروط قسد شو هي؟ انفصالية مثلا. قسد راح تشترط على نظام بشار الأسد أنه بشار الأسد يعمل دولة كردية في الشمال. يا عزيزي، 60% من مناطق التي تسيطر عليها قسد الآن مناطق عربية، وأيضا 60% من قوات قسد هم عرب. بالتالي ما بقى في شيء اسمه أغلبية كردية لقوات قسد بعد أن اتسعت رقعة المناطق التي حررتها قسد من تنظيم داعش الإرهابي. أغلبها كانت مناطق عربية، تم تجنيدها ولا الشباب للدفاع عن مناطقهم، بالتالي زاد عنا عدد قوات قسد وأغلبهم عرب. قوات الكردية هي ما كثرت، ولكن اللي استجد أنه مناطق عربية أكثر تم تحريرها، بالتالي صار عنا كتلة بشرية جديدة، تم تشكيل مجالس عسكرية لهم وتم ضمهم إلى قوات سوريا الديمقراطية قسد. بالتالي شروط قسد للنظام السوري كانت انتقال السياسي، حريات العامة، حرية الإعلام. بالتأكيد أول شرط هي الخصوصية الكردية، الحق السياسي الكردي، سواء كانت الإدارة الذاتية أو الفيدرالية أو إلى آخره، أو الحقوق الثقافية والسياسية والاجتماعية للشعب الكردي مهما كانت. ولكن بالمجمل شعارات قسد كانت شعارات وطنية، كانت قادرة على إجبار الأسد على توقيع أي معاهدة لصالح السورية. هذا كله زاد، وكل هذا بسبب معركة نبع الإرهاب نبع السلام. وإذا أنا أخطأت بشيء أو نسيت شيء فذكروني وصححوا لي في التعليقات. شكرا جزيلا.